بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ معكم على بركة الله في مساق البايو كيمستري 2. تناولنا طبعا هذا المساق مكمل لمساق البايو كيمستري 1 اللي أخذناه في الفصل السابق. تناولنا في الفصل السابق البايو كيمستري 1 التركيب الكيميائي للبايو موليكولز مثل الكربوهيدرات والليبيدز الإنزيمز البروتينز الأمينو أسيدز. تناولنا التركيب الكيميائي وخصائصها وأهم وظائفها في داخل الكائنات الحية. حنتناول في المساق البايوكيمستري 2 عمليات الميتابوليزم اللي بتتم لهذه المركبات والتفاعلات اللي بتحدث لهذه المركبات في داخل أجسامنا. أيضا حنتناول بعض الأمراض المرتبطة بخلل في الميتابوليزم سايكلز لهذه المركبات الحيوية في داخل الأجسام. بتناول هذا المساق الكورس أوتلاين ذيس كورس خمسة شباتر. الشطر الأول digestion and absorption of food، عملية الهضم وامتصاص الطعام في داخل جسم الإنسان. كربوهيدرات ميتابوليزم، الليبيد ميتابوليزم، بروتين and amino acid ميتابوليزم، وفي النهاية حنتناول عملية الانتجريشن of ميتابوليزم between these pathways of the metabolism. حنبدأ إن شاء الله في الشابتر الأول اللي هو digestion and absorption of food. evaluation and grading، حنتبع في تقييم الطلبة لهذا الفصل على الكوزز 20 درجة، الهوم وير 10 درجات، الأورال كويزز اند بارتيسيبيشن المشاركة والأسئلة الشفهية اللي حنسألكم فيها خلال لقاء الزوم إن شاء الله حيكون عليها 10 درجات. الريسيرش حنطلب منكم بحث خلال هذا الفصل للمادة حيكون عليه أيضا 10 درجات، هيك احنا بنكون جمعنا 50 درجة من درجات النشاط أو أعمال الفصل. والفاينل إكزام حيكون 50 درجة، هذه هي 100 درجة للطالب. إن شاء الله بإذن الله تعالى كلكم بتحصلوا الدرجات العالية بإذن الله تعالى. Digestion and absorption of food، عملية هضم وامتصاص الغذاء. Digestion and absorption of food occur in gastrointestinal tract of human and other mammals. عملية digestion and absorption بتتم في الجهاز الهضمي في كل من الإنسان والثدييات الأخرى. لعملية الدايجشن أهمية طبية وبيولوجية كبيرة. طب إيش السبب؟ تسوبرفايد سبستانس نيدد فور فليش فورميشن أند إنرجي برودكشن. هذه عملية الهضم بتوفر المركبات الأساسية النيوتريانت الأساسية اللي بتلزم في عملية البناء بناء أجسامنا وعملية رينيوال تجديد الخلايا في داخل أجسامنا، بالإضافة للإنرجي برودكشن إنتاج الطاقة اللازم لعملياتنا الحيوية واللي بنحتاجها لممارسة حياتنا بشكل طبيعي. The digestive process convert minerals and vitamins of food into easily absorbed form، بتحول المينرالز والفيتامينز لصورة أكثر امتصاصا حتى يتم امتصاصها بشكل سهل في الفيلاي وبذلك تحويلها إلى الخلايا حتى تستفيد منها. The extent of digestion and absorption varies from one food stuff to another، تختلف عملية الهضم والabsorption المسار تبع digestion and absorption من نوع غذاء إلى نوع آخر من المغذيات اللي احنا بنتناولها. بعض الأمراض diseases like peptic ulcer and duodenal ulcers are due to excessive production of digestive fluid، بعض الأمراض مثل قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر بسبب زيادة الإفرازات اللي بتنتج حتى تعمل
تتم عملية الهضم. Retention of food is also impaired in these conditions. وهذه الأمراض بتسبب عملية impaired، عملية خمول في عملية الهضم وعدم اكتمال عملية الهضم كما يجب. في بعض الأمراض بتسبب هذه الأمراض إعاقة لدى تدفق السوائل اللي بتساعد في عملية الهضم، مثل السوائل اللي بتفرزها البنكرياس، السائل اللي بتفرزها البايل، الغدة الصفراوية. في هذه الأمراض مثل السايستيك فايبروسيس اللي هو عبارة عن مرض وراثي، هذا المرض الوراثي بيؤدي إلى إفراز مخاط، هذا المخاط بيعمل على انسداد البنكرياس فبيمنع الفلو للبنكرياتيك فلو. ايضا الحصى اللي بتصيب الغده الصفراويه الجالستون تبعات البايل، هذا برضه بيعمل بلوكد لقنوات الناقله للعصاره الصفراويه فبمنع وصولها، وبذلك هذه الانسداد في هذه الغدد بيعمل عمليه امبيرد لعمليه الدايجيشن. بعض الامراض الوراثيه some allergic diseases are due to the absorption of partially digestible product of allergens and of food stuff. بعض الامراض المتعلقه بالحساسيات، حساسيات الطعام، مثل حساسيه القمح، مثل حساسيه اللاكتوز، اللاكتوز allergy، wheat allergy، فركتوز allergy، هذه الحساسيات بتؤدي لعدم هضم الأطعمة المحتوية عليها بشكل جيد، إما بشكل كلي أو بشكل جزئي، فبتعمل إمبيرد لعملية الدايجيشن. ومن الواضح إنه هذه الأمراض بتسبب زيادة في الإكسريشن، عملية الإخراج. فالإكسريشن بتزيد، في بصير عندنا اسهال مرتبط بحالات الفود اليرجي. برضو بعض الامراض الوراثيه بتعمل مالو ابسوربشن، بتعمل سوء امتصاص، وهذه العمليه برضو بتعمل امبيرد لعمليه دايجستيف. من هذه الحساسيات السيلياك ديزيز، في السيلياك ديزيز بيكون عندنا حساسيه ل مادة موجودة في الطحين في القمح هي الجلوتين، فهذا الجلوتين يصنف في جسمنا كمادة غريبة، فبيبدأ الجسم يبدأ يهاجم في الفيلاي الموجودة في السمول انتستين، فبيعتبرها شيء غريب فبيعمل عملية مسح لها. عملية مسح للفيلاي بتعمل ماله absorption، سو امتصاص، فبتمنع وصول المواد الى داخل الجسم مثل الكالسيوم مثل الحديد، فبظهر اعراض مثل هشاشه العظام، وبظهر كمان بظهر الانيميا على هذول المرضى اللي بيصابوا بهذه الحالات. Digestion and absorption of food are affected by pyloric and intestinal obstructions. بتاثر هضم وامتصاص الطعام بانسداد السمول انتستين او البايلوريك. كمان الطفيليات الباراسايتس برضه بتاثر في عمليه الدايجشن والابسوربشن، فبتقلل منها، مش هيك بنلاحظ انه الاصابه بالباراسايت بتزيد من عمليه الاسهال، بتظهر يعني اعراض لها الاسهال مرافق لهذه الاعراض. برضه الفات دايجشن بتاثر في عمليه الكوليستاسيس اللي هي عملية الهضم والدهون. فإذا بنلاحظ إنه بعض الأمراض، بعض الحساسيات، وبعض الأمراض الوراثية بتؤدي لعملية سوء الامتصاص، وبذلك بتأثر في عملية كفاءة عملية الدايجشن. Chemical nature of digestion. عملية الدايجشن هي عملية كيميائية، بتتم فيها تحويل large complex organic molecule into small absorbable forms الى small molecules، بصير عمليه absorption في الجسم.
إذن هي عملية إيه؟ عملية تحويل مركبات كبيرة. هذه المركبات الكبيرة صعب تدخل إلى داخل الخلايا، فبصير عملية إيه؟ بصير عملية ديليشن لها، عملية تكسير لها، بريك داون. فبنحولها من لارج كومبلكس كومباوندز إلى إيه؟ إلى سمول أبزورابل كومباوندز. هذه العملية اللارج مولكيولز اوف دايت كونفيرتد تو سمول مولكيولز. هذه العملية بتحدث بوض عملية الهيدروليسيس. هي عملية ايه؟ الهيدروليسيس هي عملية التكسر المائي، يعني المركب الكبير الروابط فيه بتتكسر فبتكون مركبات صغيرة سمول مولكيولز. عملية التكسر نفسها بتتم بواسطة الانزيمات في وجود ايه؟ في وجود الماء اللي احنا بنسميه عملية ايه؟ الهيدروليسيس. هيدروليز اللي هو الانزيمات اللي بتعمل في عمليه التكسر المائي. هيدروليز اوف جاسترو انتستينال تراكت كاتالايز ذا هيدروليسيس. هذه الانزيمات هي اللي بتساعد في عمليه ايه؟ تكسر اللارج مولكيولز تو ايه؟ تو سمول مولكيولز اوف كومبلكس كاربوهيدرات تو مونو كاربوهيدرات تو مونو سكرايد. البروتين تو امينو اسيدز، الليبيد تو جليسترول اند فاتي اسيدز أو partial acyl glycerol and cholesterol. هذه هي النواتج النهائية السمول كومباوندز اللي بتم ايه؟ بتم امتصاصها. هي المونوساكرايد مثل الجلوكوز، الأمينو أسيدز، الفاتي أسيدز، الكوليسترول، البارشال أصايل جليسترولز والجليسترول. هذه المركبات الصغيرة اللي بتنتج عن عملية الدايجيشن وعملية الكاتابوليزم. Chemical nature of absorption transport present in the membrane of enterocytes are responsible for the absorption of most of the product of digestion except lipid and some monosaccharide. معظم المركبات اللي بتنتج عن عملية الدايجيشن عن عملية الكاتابوليزم بتم امتصاصها وثم نقلها عبر الدم وبتدخل الى الخلايا من الممبرين من السيل ايه؟ سيل ممبرين. بعض المركبات زي الليبيد هذه بتمش نقلها عبر الدم، السبب لانها not soluble in water، يعني water insoluble. فبتعمل اللايبوبروتينز على عمليه ايه؟ على عمليه نقل الليبيد. Overview of digestion and absorption. حتى أن نلقي نظرة عامة على المواد اللي احنا بنتناولها ومسارات الهضم اللي بتصير الإحلام. Digestion pathways اللي بتحدث لهذه النيوتريانز. نبدأ في الفايبر في الألياف. شو بحط لها في الماوث؟ Ancillary gland وفرزات اللعاب، في الاستومش، في السمول انتستين، في اللارج انتستين. شو بيحدث لهذه المركبات بشكل عام؟ كان فايبر، كربوهيدرات، فاتس اند بروتينز. الفايبر الماوث بيعمل ميكانيكال اكشن، يعني عمليه ايه؟ طحن. The mechanical action of the mouth and teeth crushes and tears fiber in food and mixes it with saliva to moisten it for swelling. عم بيعمل عملية ترطيب لها حتى يصل عملية البلع تبعها. الفايبر ما بتتأثرش لا في السموش وستومش ولا في السمول انتستين ان تشينج، بيصيرش أي عملية هضم. السبب بسيط جدا لأنه ما فيش عندنا انزيمات تهضم الفايبر لا في السموش ولا في السمول انتستين. في اللارج انتستين برضه ما بيصيرش عملية هضم تام لها. بعض الأوقات بيصير عملية هضم جزئي إلها بسيط جدا. Most fiber passes intact through the digestive tract into the large intestine. بعض البكتيريا بكتيريا الإنزيم الموجودة في اللارج انتستين بتعمل عملية هضم جزئي للفايبر. الفايبر
اهم حاجه انها الفايبر اللي بتعمل عمليه دايجشن از سموثي، عمليه هضم ايه بتكون بتمر بشكل ايه بشكل لطيف وبطيء، يعني بتنظم عمليه ايه بتنظم عمليه الهضم. الفايبر تحمل الماء هولز ووتر، ريجوليت باول اكتيفيتي اند بنت كوليسترول اند سام مينرالز كارين them out of the body as it's excreted with feces. كل المواد الغذائية اللي فائضة عن حاجتنا اللي بتمش عملية امتصاصها في السمول انتستين بتمر للارج انتستين. هذه المركبات الزائدة واللي احنا مش محتاجين لها او بصلش عملية هضم لها بتغلفها الفايبرز وبتعمل عملية اخراج لها. ضروري جدا، الالياف مهمة جدا في تنظيم عملية الهضم والإخراج، لأنها بتشكل ككتلة، هذه الكتلة بتحمل كل المواد الزائدة عنها وبتعمل عملية إخراجها في الفيزز. إذن رغم منها ما بتدخلش في عملية الهضم، يعني إحنا جسمنا ما بيستفيد منها في كمواد كنيوتريانت كمواد مغذية في داخله، إلا إنها وجودها مهم جداً في عمليه ريجوليشن، عمليه الدايجشن وعمليه الاكسيرشن، عمليه الاخراج. الكربوهيدرات ذا سليفري جلاند اكسير سيكريت سلايفا انتو ذا ماوث تو موستن ذا فود، بيعمل عمليه اللعاب بيعمل عمليه ترطيب للغذاء اللي احنا بنتناوله وبيسهل عمليه بلعه، بيسهل عمليه السويلينج، عمليه البلع للغذاء. في الكربوهيدرات بصير عندها بارشل دايجستيف، بصير عمليه هضم جزئي للكربوهيدرات في داخل الماوث. الستارش في عندنا انزيم الاميليز السلايفا اميليز اللي بيتم افرازه في الفم بكسر الستارش بارشلي بشكل جزئي وبنتج عنه سمول بوليساكرايدز، بنتج منه المول بوليساكرايد وبنتج الدايساكرايز اللي هو المالتوز. يعني بدل ما يكون عندنا لارج موليكولز من البوليساكرايد بيصير عندنا سمول موليكولز من البوليساكرايز بالاضافه لانتاج الدايساكرايز اللي هو المالتوز. في الاستوماش، الاستوماش لان الوسط وسط حامضي فبتعمل عمليه ان اكتيفيت للسلايفاري انزيمز، بتعمل عمليه لانه الانزيمات اللي بتفرزها السلايفا بتعمل في الوسط الالكالاي في الوسط القلوي، بينما في الاستوماش الوسط وسط حامضي فبصير الاميليز انزيم الاميليز اللي بيتم افرازه في السلايفا جلاند من السلايفا جلاند بصير عمليه امبير ان اكتيفيت. ولذلك هذا بيأثر في عملية الستار دايجشن. على العموم هو الكربوهيدرات بتمش هضمها بشكل عام في الاستوماش، في بعض الحالات بيصير عملية هيدروليسز للستارش فبنتج منه المالتوز والسكروز، لكن قلنا احنا هذا بشكل بارشل بشكل بسيط جدا وجزئي، لكن عملية هضم الكربوهيدرات بتتم في السمول انتستين. في البنكرياس برودوس انزيمز اند ريليز ذيم ثرو ذا بنكرياتيك داكت انتو ذا سمول انتستين، بيتم افراز الانزيمات الهاضمه للكربوهيدرات بالبنكرياس وبيتم افرازها للسمول انتستين. في السمول انتستين هذه الانزيمات بتحول البوليساكرايدز لداي ساكرايد، هذه الخطوة الأولانية. الخطوة الأولى بتحول البوليساكرايد لداي ساكرايد، بتحول الستارش لا مالتوز على سبيل المثال. ايضا ثم بعد هيك انزيمات اخرى بتعمل علامه البريك داون للدايساكرايد وبتحولها لمونو ساكرايد. Then enzymes on the surface of the small intestinal cells break down disaccharides into monosaccharides and the cell absorb them. فبتحول المالتوز لجلوكوز لتو جلوكوز، السكروز بتحول لفركتوز اند جلوكوز، اللاكتوز بتحول لجلاكتوز وجلوكوز وبتعمل عليهم انزيمات المالتوز المالتيز والسكريز واللاكتيز. طبعا بيتم امتصاص هذه المونوسكرات
في السمول انتستن في الفيلاي الموجوده في السمول انتستن، وبتم نقلها عبر البلاد ستريم. بكون هيك معظم الكربوهيدرات تم امتصاصها، ف تنتهي عمليه الهضم تبعتها في السمول انتستن. بالنسبة للفات، فالفات في الماوث اند سليفري جلانس، الغدد اللعابية الموجودة في الماوث. بالنسبة للدهون، فالدهون بصير عملية ميلتنج إلها بسبب حرارة الجسم، فلما تدخل للفم بصير عملية ميلتنج، بالإضافة إنه الأسنان بتعمل عملية كراشنج، عملية تقطيع للفاتس الأجزاء حتى يسهل عملية سولينج إلها. مهم جدا انه في الماوث بتصير عمليه سيكريشن للسلايفري لايبيز، بتم افرازها من الغدد الموجوده ان ذا بيس اوف ذا تينيجلو، في اسفل اسفل اللسان بتم افراز السلايفري لايبيز. هذه الفاتس بتم تقطيعها، بتنتقل للاستومش. في الاستومش السلايفري لايبيز في الوسط الحامضي الموجود في الاستومش بيعمل عمليه بارشلي دايجستد، بيعمل عمليه هضم جزئي للتراجلسرايد، فبنتج عندنا الدايجلسرايد وبنتج 1 فاتي اسيدز من كل جزيئ، فالتراجلسرايد تتحول لدايجلسرايد وفاتي اسيدز، وهذه العمليه بتكون بارشلي يعني بشكل ايه، بشكل جزئي. عمليه الهضم للفاتس بتتم في السمول انتستين، والدورة الرئيسية فيها للبايل فلود، السوائل الصفراوية، فبتم انتقال البايل فلوز in the from the liver and gallbladder عبر البايل داكت، بتم انتقالها للسمول انتستين. هذه العصارة الصفراوية بتعمل على تحويل الفات لإيمالشن. ليه؟ لأنه الفات أصلاً ما بيذوبش في المية، الفات ما بيذوب في الماء، وحتى تعمل الأنزيمات على تفكيك الفات بشكل إفكتيف لازم نحول الفات لإيمالشن، فبتعمل البايل فلود سوائل الغدة الصفراوية بتعمل على تحويل الفات من مركب صلب الى ايمالشن، قطرات صغيره جدا، فيصل على الانزيمات انها تعمل عمليه ايه، تعمل عمليه تفكيك له. البنكرياس البنكرياتيك لايبيز بيعمل على ايه، بيعمل على تفكيك الايمالشن تبع الفات وتكوين مونوجلسرايد جلسترول اند فاتي اسيدز. اذا بحول الفات لمونو جلسترايدز لجلسترول ولا ايه لفاتي ايه لفاتي اسيدز. الفاتي اسيدز بتصير عمليه ايه ابسوربشن، وبتنتقل الى ايه الى البلاد ستريم، طبعا بتعمل عمليه نقلها اللي هي ايه اللايبو بروتين، تساعد في عمليه نقلها. اللارج انتستين سام فات اند كوليسترول ترابت ان فايبر اكزايت ان فيس. الفايبر طبعا هذا احنا وصل للراجل تستن الزائد عن حجم جسمنا اللي بتمش امتصاصه، فبصير عمليه ترابت بتتغلف بالفايبر وبتم اخراجه عبر الفيسز. بالنسبه للبروتين، فالبروتين بصير له عمليه شوينج اند كراشينج most in protein rich food and mix them with saliva to be swallowed. البروتين بتم تقطيعه لأجزاء صغيرة جدا، وبساعد السلايفا على عملية ابتلاعه، بيصل عند الاستومش. في الاستومش الهيدروليك أسيد بيعمل عملية ديناتوريشن للبروتين، بيعمل عملية ايه ديناتوريشن اللي هي انكولز، بتفكك ايه فكك الروابط الموجوده في البروتين، وبتعمله ايه بتعمله ايه كالياف.
and cold. يعني بتبطل يصير ملفوف على بعض البعض. وايضا الهيدروكليك اسيد بيعمل اكتيفيشن للاستومش انزيمز. الانزيمات زي انزيم البيبسين اللي بيصير له عمليه اكتيفيشن في الوسط الحامضي بحول البروتين لسمولر بولي بيبتايد. في السمول انتستين البولي بيبتايد بتعمل عليها الانزيمات اللي بتم افرازها من البنكرياس، فبتتحول لايه؟ لداي بيبتايد وترايتر بيبتايد، بالاضافه ايه؟ للامينو اسيدز. الانزيمات اللي بتم افرازها من السيرفس اوف ذا سمول انتستينال سيلز هيدرولايز ذيس بيبتايدز اللي هي الداي بيبتايد والتراي بيبتايدز and the cell absorb them. هذه الانزيمات بتكسر البيبتايدز وبتحولها لامينو اسيدز. الامينو اسيدز بيتم امتصاص الامينو اسيدز في من خلال الفيلاي الموجوده في السمول انتستين. من امثله هذه الانزيمات اللي هو البيبتيديز. بالنسبه للفيتامينات ففي الماوث بيصيرش عليها اي اكشن. في الاستومش انترنسيك فاكتور اللي هو عباره عن جلايكوبروتين بيعمل على امتصاص فيتامين البي 12. في السمول انتستين احنا بنعرف الفيتامينات في عندنا فات سوليبل ووتر سوليبل. بالنسبه للووتر سوليبل مفيش مشكله بيتم امتصاصها بشكل طبيعي في الفيلايز، لكن بالنسبه للفات سوليبل فيتامينز فالبايل امالسيفايز الفات سوليبل زيها زي ايه؟ زي الفات، حيتحول منها ايه؟ ايمالشن، يسهل عمليه ايه؟ يسهل عمليه امتصاصه، فبتم امتصاصها زيها ايه؟ زي الفات، وبتعمل لايبوبروتين على عمليه نقلها. في اللارج انتستين البكتيريا الموجوده في اللارج انتستين بتعمل على انتاج فيتامين كي وبتم امتصاصه في اللارج انتستين. بالنسبة للووتر اند مينرالز فالووتر له أهمية كبيرة جدا كوسط للتفاعلات اللي بتتم في عملية الدايجيشن، وبالإضافة لتسهيل عملية السويلينج عملية ابتلاع الطعام، وبتسهل وبتسرع من عمل من فعل الأنزيمات. ففي السلايبري جلانس اد ووتر تو ديسبيرس اند كاري فودز، عملية تشتيت الطعام وعملية هضم عملية ابتلاع الطعام. في الاستومش السدر هو عبارة عن حمض ال HCl المركز بيعمل على عملية ريديوسنج للايرون حتى يحوله لصورة أكثر امتصاصا، making it more absorbable. The stomach secretes enough water fluid to turn its moist، عملية ترطيب يتم إفراز الماء في الاستومش، وهذا بيعمل على عملية ايش؟ ترطيب المعدة وتسهيل عملية الهضم في المعدة. Transmission of solid food into liquid shine. في بتتكون عندنا الكيموس اللي هو عبارة عن خليط من المركبات والمواد المهضومة في الاستومش. في الاستوم سمول انتستين فالبنكرياس والليفر ايضا بتضيف انف فلود، تقريبا 2 جالونز من الفلود السائل بتم افرازه بواسطة السمول انتستين والبنكرياس والليفر في خلال اليوم الواحد. المينرالز بيصير عملية امتصاص برضو في السمول انتستين عن طريق الفيلاي. فيتامين دي بيسهل عملية امتصاص الكالسيوم. في اللارج انتستين المور مينرالز اند موست اوف ذا ووتر ار ابزورب، بيصير عملية دي ابزوربشن للماء وللمينرالز في اللارج انتستين وحتى الاستفادة منها. نا
نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم في الجزء الثاني من هذا الشابتر.